الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال ولله الحمد والمنة في سياق شرح كليات الاعتقاد في باب توحيد الربوبية، وأظننا كتبنا رأس الكلية التي ستكون منطلقنا في هذا الدرس إن شاء الله، وهي الكلية الأولى: كل ما يتعلق به القلب فموكول إليه. كل ما يتعلق به القلب فموكول إليه. أقول وبالله التوفيق. وأصل هذه الكلية حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئاً وكل إليه. ولأن المتقرر في القواعد أن القلب بكل شعبه لا ينبغي أن يتعلق في توكله وفي خوفه وفي رجائه وفي خشيته ورغبته ورهبته وتوكله إلا على الله عز وجل، فلا ينبغي للعبد أن يصرف شيئاً من شعب قلبه لغير الله تبارك وتعالى. وهذه الكلية تعتبر دليلاً على العقوبة الربانية في حق كل من علق قلبه بغير الله عز وجل. فكل من تعلقت شعبة من شعب قلبه بغير الله تبارك وتعالى في تحصيل مطلوب أو النجاة من مكروب، فإن الله عز وجل يكله إلى هذا الشيء. وإن أعظم الخسارة أن يكلك الله عز وجل إلى الأسباب الحسية المادية ويسحب بساط التوفيق من تحت قدميك. وبناء على ذلك، فمن تعلق التمائم وكل إليها، ومن تعلق الودع وكل إليه، ومن تعلق على الرقى مع أنها أسباب شرعية وكل إليها، ومن تعلق على شيء من الأسباب الحسية المادية وكل إليها. وعكس ذلك من يعلق شعب قلبه بالله تبارك وتعالى، فلا يخشى إلا من الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعصم إلا بالله، ولا يستكفي إلا بالله، ولا يحتسب في طلب حاجياته أو النجاة من مكروباته إلا بالله عز وجل، فإنه يكون قد اعتمد على الركن الركين الذي لا يخيب من استعصم به، كما قال الله عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، كما نص على ذلك علماء النحو والبلاغة. ويقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ويقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. فطوبى لعبد يسر الله عز وجل له تحقيق تعليق شعب قلبه بكل متعلقاتها بالله عز وجل وحده لا شريك له. وإن النقص في تحصيل مطالب الدين والدنيا إنما يكون بسبب فوات تعلق القلب أو شيء من شعبه بالله تبارك وتعالى. فمن الناس من يعتمد قلبه على واسطة في تحصيل وظيفة، أو يتعلق قلبه بأمير في تحصيل مال، أو يتعلق قلبه بمحسن في كشف كربة، أو يتعلق قلبه براق في كشف ما ألم به من الأمراض المعنوية الروحية، أو يتعلق قلبه بطبيب في كشف ما ألم به من الأمراض الحسية الظاهرة. وكل ذلك مما يضعف سير القلب إلى الله عز وجل، ومما يغلق عن العبد أبواب كفاية الله عز وجل. فأغلب الأمور التي تتفلت علينا إنما سببها عدم تعلق قلوبنا التعلق المطلق الكامل التام بالله عز وجل، والله أعلم. ومن الكليات أيضاً
كل من عطل الله عز وجل عن كماله في ذاته وأفعاله فكافر الكفر الأكبر. كل من عطل الله عز وجل عن كماله الواجب في ذاته وأفعاله فكافر الكفر الأكبر. أقول وبالله التوفيق، وذلك لأن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة وجوب وصف الله عز وجل بكل كمال، فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى شيء من كمالات الله عز وجل ثم يعطله عنها، كالذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه كلها أو صفاته كلها كالجهمية، فإنهم كفار الكفر الأكبر. وقد ذهب عامة أهل السنة والجماعة من المتأخرين إلى تكفير الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، لأن مذهبهم مبني على أنه ليس فوق السماء رب يعبد ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد، فإنهم يعطلون الله عز وجل عن كماله في أسمائه وكماله في صفاته، فلا يثبتون لله عز وجل لا شيئا من الأسماء ولا شيئا من الصفات. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله إجماع أهل السنة من المتأخرين على تكفيرهم في قوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وكالذين يعطلون الله عز وجل عن وجوده وهم الملاحدة، ملاحدة الوجود، فيقولون إن الله عز وجل ليس بموجود، وأن العالم أو الكون خلق نفسه بنفسه، وأن هذا الإحكام لا يرجع إلى رب يدبره ولا يصرفه، وهذا من أعظم ما عطل الله عز وجل به، فلا جرم أنهم كفار. ويدخل فيها أيضا من ينكر كمال قدرة الله عز وجل على فعل كل شيء، فإنه مكذب ومنكر وجاحد لقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، ولقوله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا، ولقول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والآيات والنصوص في إثبات كمال قدرة الله عز وجل كثيرة جدا، فكل من عطل الله عز وجل عن كماله في قدرته وأنه الفعال لما يريد فإنه يعتبر كافرا الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. وكذلك من عطل الله عز وجل عن علمه فأنكر علم الله عز وجل كالقدرية الأوائل الذين هم مجوس هذه الأمة، فإنهم يقولون بأن لا قدر وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وأن الأمر أنف وأن الله لم يكتب شيئا من علمه الأزلي في اللوح المحفوظ، وينكرون اللوح المحفوظ وغير ذلك مما يتعلق بكمال الله عز وجل في علمه. وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ويقول أهل السنة والجماعة: ناظروهم في العلم، فإن أقروا به فلجوا، وإن عطلوه وأنكروه كفروا. وإن من أعظم ما عطل الله عز وجل به عن كماله تعطيل الله عز وجل عن كمال علمه. ويدخل فيه أيضا من عطل الله عز وجل عن تقديره وتدبيره وتصريفه في الأشياء، وأن الله عز وجل لم يكتب شيئا من الأقدار في اللوح المحفوظ، وجميع الأشياء تحصل بلا قضاء ولا قدر، فهم يعطلون الله عز وجل عن كمال تقديره للأشياء. ولا يخفى على شريف علمكم أن الأدلة قد تواترت في أن لا يكون أنه لا يكون شيء من الأشياء إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. وكذلك أيضا من عطل الله عز وجل عن الجزاء والحساب في يوم القيامة، وأنكر حقائق اليوم الآخر وأن الناس إذا ماتوا لم يكن ثمة بعث ولا نشور ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، فكل ذلك من تعطيل الخالق عن كماله الواجب. فصدقت لنا هذه الكلية أن كل من عطل الله عز وجل عن كماله الواجب في شيء من ذاته أو أفعاله فإنه يعتبر كافرا الكفر الأكبر،
إلا أنه لا بد أن نقيدها أن يكون تعطيله تعطيل جحود وتكذيب وإنكار. لكن إذا أنكر إذا عطل الإنسان الرب عن شيء من كماله في أسمائه تأويلا فحينئذ ننتظر به حتى نكشف عنه الشبهة. فإذا كان تعطيل كمالات الرب عز وجل تعطيل جحود وإنكار فلا جرم أنه داخل تحت هذه الكلية، وأما إذا كان تعطيله عن شيء من كمالاته في أسمائه أو صفاته أو أفعاله تعطيل شبهة وتأويل فإننا ننتظر به حتى نكشفها عنه، والله أعلم. ومن الكليات أيضا كل من اعتقد في مخلوق مشاركة الله، كل من اعتقد في مخلوق رحمك الله كل من اعتقد في مخلوق مشاركة الله عز وجل في شيء من التدبير والتصريف فمشرك في ربوبيته. أعيدها مرة أخرى، كل من اعتقد في مخلوق مشاركة الله عز وجل في شيء من التدبير والتصريف فمشرك في ربوبيته. أقول وبالله التوفيق، ونعني به الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية والعياذ بالله. وذلك لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن المدبر والمتصرف في كل هذا العالم بكل ذراته على الحقيقة إنما هو الله عز وجل وحده لا شريك له. وعلى ذلك قامت الأدلة الكثيرة التي تنسب التدبير والتصريف لله عز وجل، كقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، وقول الله عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، وقول الله عز وجل: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي من شؤون التدبير والتصريف الاستقلالي الابتدائي التقديري، فيغني هذا ويفقر هذا ويوجد هذا ويعدم هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويمرض هذا ويصح هذا ويقرب هذا ويبعد هذا وينصر هذا ويهزم هذا ويعز هذا ويذل هذا. وهذا من باب التدبير الذي يجب أن نعتقد وحدانية الله عز وجل به. وكما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحيي ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ويقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي من التدبير والتصريف والملك والخلق، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي مشاركة، وما له منهم من ظهير، أي معين. فنفى الله عز وجل عن كل المخلوقات أن تكون خالقة استقلالا أو مشاركة في شيء من التدبير والتصريف أو معينة له على شيء من تدبير أمر ملكوته تبارك وتعالى. فإذا جاءنا رجل يعتقد في أحد المخلوقات العلوية أو السفلية أيا كانت منزلة هذا المخلوق بأنه يشارك الله عز وجل في شيء من التدبير أو التصريف الاستقلالي الابتدائي التقديري فلا جرم أنه قد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. وعلى ذلك شرك النصارى، فإنهم يزعمون أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، أي في التدبير والتصريف الابتدائي التقديري. ويدخل في ذلك أيضا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي ابتداء وتقديرا قال أنا أحيي وأميت، فزعم أنه مشارك لله عز وجل في هذه الخصلة من خصال الربوبية. ويدخل في ذلك أيضا شرك الصابئة عباد الأفلاك السبعة الذين هم قوم إبراهيم،
فإنهم يعتقدون أن الأفلاك السماوية السبعة تعين الله أو تشاركه في تدبير أمر ملكوته. وقد جمع الناظم هذه الأفلاك السبعة في قوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فهذه فهذه الكواكب السبعة تزعم الصابئة أن لها تدبيراً وتصريفاً استقلالياً تقديرياً خفياً في الكون مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لما حاجهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجهم في حركة هذه الكواكب كما قال الله عز وجل عنه محاجاً لقومه: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال الله عز وجل عنه لما طلعت الشمس والقمر والكوكب كلها يقول هذا ربي، ثم يستدل على بطلان ربوبيته بغياب نفعه عن العالم، حتى أوصلهم إلى أن هذه الأفلاك والكواكب لا شأن لها في التدبير والتصريف. ويدخل في ذلك أيضا شرك القبوريين الذين يصرفون لها كثيرا من العبادات معتقدين أن هذا الولي أو المقبور له تدبير خفي وتصريف في الكون من الرزق والنصر والإعزاز والرفعة أو الشفاعة عند الله عز وجل. ويدخل في ذلك شرك الرافضة الذين يزعمون أن آل البيت لهم الأحقية المطلقة في أفعال الربوبية كأحقيتها لله عز وجل، فلهم الأحقية في أن يعزوا هذا ويذلوا هذا، وأن لهم الأحقية في مشاركة الله عز وجل في علم الغيب وفي التدبير والتصريف وغير ذلك. فالرافضة الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد لا جرم أنهم مشركون في باب الربوبية. ويدخل في ذلك أيضا شرك القدرية الذين يزعمون بأن المخلوق هو الذي يخلق فعله كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة، إلا أن أهل السنة قد تلقوها بالقبول أن القدرية مجوس هذه الأمة. ووجه مشابهة القدرية المعتزلة للمجوس المانوية الثانوية أنهم يزعمون أن للعالم خالقين، فالقدرية تقول بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فزعموا أن لله مشاركا في تدبيره وخلقه وتصريفه. ويدخل في ومن ذلك أيضا شرك المجوس كما ذكرت لكم، لأنهم يعتقدون أن للعالم خالقين النور والظلمة، فيجعلون النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر. وهكذا دواليك في كل من زعم أن للمخلوق شيئا من التدبير أو المشاركة في شيء من تدبير ملكوت الله تبارك وتعالى. وأما نحن معاشر المسلمين فنؤمن إيمانا جازما قطعيا بأن المدبر على الحقيقة والمتصرف على الحقيقة في كل شؤون هذا العالم علويه وسفليه صغيره وكبيره جليله وحقيره إنما هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فلا الملائكة يملكون شيئا من هذا التدبير الاستقلالي الابتدائي، ولا الأنبياء والرسل يملكون شيئا من هذا التدبير الاستقلالي الابتدائي، ولا الأولياء والصالحون يملكون شيئا من هذا التدبير الاستقلالي فضلا عن غيرهم من الإنس والجن. إنما الذي يملكه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، وهو الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ومن الكليات أيضا كل من اعتقد في مخلوق علم شيء من الغيب المطلق فكافر الكفر الأكبر. كل من اعتقد في مخلوق أنه يعلم شيئا من الغيب المطلق فكافر الكفر الأكبر. كل من اعتقد في مخلوق أنه يعلم شيئا من الغيب فإنه كافر الكفر الأكبر. أقول وبالله التوفيق، وذلك لأن المتقرر في القواعد أن علم الغيب المطلق من خصائص الله عز وجل،
فلا يعلم الغيب المطلق إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقد ذكر الله عز وجل أن من مقتضيات ربوبيته في مواضع كثيرة جدا من القرآن أنه عالم الغيب والشهادة. وقال الله عز وجل عن الجن: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل منكرا على من زعم شيئا من الفضائل الشرعية، قال: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وكلاهما لم يحصل. وكذلك الله عز وجل يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي علم الغيب، إلا بما شاء. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وكذلك يقول الله عز وجل: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فإن قلت: ولماذا قيدت القاعدة بقولك الغيب المطلق؟ فأقول: لأن الغيب عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: إلى غيب مطلق وإلى غيب نسبي. فأما الغيب المطلق فهو الغيب الذي اختص الله عز وجل به، فلا يعلم أحد من ملائكة السماء والأرض شيئا من هذا الغيب المطلق أبدا، ولا الأنبياء والرسل يعلمون شيئا من هذا الغيب المطلق إلا ما أوحاه الله عز وجل إليهم في دليل الشرع، ولا الأولياء والصالحون يعلمون شيئا من هذا الغيب أبدا. فمتى ما زعم زاعم بأن أحدا من هذه المخلوقات تشارك الله عز وجل في شيء من علم الغيب المطلق ولو شيئا يسيرا، فإنه يعتبر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص ربوبيته عز وجل. وأما النوع الثاني فهو الغيب النسبي، وهو ما غاب عن بعض الناس دون بعض، كمن ضاعت منه ناقة، فإن مكان وجودها غيب بالنسبة له ولكنه ليس غيبا بالنسبة لمن هي عندهم. أو سرقت منه سيارة، فإن مكان وجودها أو معرفة سارقها من الغيب بالنسبة له ولكنها ليست غيبا بالنسبة لسارقها أو لمن أعانه على سرقتها، وهكذا. والكلام في هذه الكلية ليس عن الغيب النسبي وإنما عن الغيب المطلق. وبناء على ذلك فإن الكهان الذين يدعون علم شيء من الغيب المطلق لا جرم أنهم عندنا كفار الكفر الأكبر، وكذلك السحرة الذين يدعون شيئا من علم الغيب المطلق، وكذلك العرافون، فإنهم كفار الكفر الأكبر، لأنهم يزعمون أنهم يعلمون شيئا من هذا الغيب. وكذلك من كان مشعوذا يتخرص في شيء من دعوى علم الغيب المطلق فإنه يعتبر كافرا، وكذلك المنجمون الذين يستدلون على استكشاف الغيبيات بحركة الأفلاك ظهورا واختفاء أو قربا وبعدا، فلا جرم أنهم يدخلون في هذه الكلية. وكذلك ما يسميه أهله بتحضير الأرواح التي تخبرهم بشيء من المغيبات المستقبلية،
وحقيقتها أنها ليست أرواح الموتى وإنما هي أرواح الشياطين التي ينادونها ويستغيثون بها ويتعبدون لها أو يذبحون لها، ثم يخيلون للحاضرين بأنهم ينادون الأموات فتحضر أرواحهم فتخبرهم بأهل الجنة من أهل النار ومن كان منهم سعيداً أو تعيساً في مستقبل زمانه. فكل ذلك مما يدخل تحت هذه الكلية العظيمة، ويدخل في ذلك أيضاً ما يسمى بعلم الأبراج، وهي ربط السعد والنحس المستقبلي ببرج الولادة، فإنه من باب التنجيم المحرم الذي لا يجوز اعتقاده ولا تصديق أصحابه ولا الاستماع إليهم ولا الركون لهم ولا تتبع أخبارهم. فكل من يعتقد في مخلوق من المخلوقات أن عنده القدرة على استكشاف شيء من غيب الله عز وجل المطلق، فلا جرم أنه عندنا يعتبر كافراً خالعاً ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فإن قلت وكيف تقول ذلك والله عز وجل أخبر عن الأنبياء والرسل أنهم قد أخبروا أممهم بشيء من المغيبات؟ فنقول إن هذا ليس من علم الغيب بالنسبة لهم، لأن الله هو الذي أطلعهم عليه فعلموه بواسطة الوحي. وستأتينا كلية الدرس القادم إن شاء الله أن كل من عارف شيئا من الوحي بناء على وسيلة تثبت التجارب صدق نتائجها فإنه ليس بكاهن، كما قال الله عز وجل فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي ملكي أو بشري، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فتلك الغيبيات التي يخبر بها الأنبياء لم تكن عن علم غيبي أو مشاركة لله عز وجل في شيء من علم غيبه المطلق، وإنما كانت عن وحي أوحاه الله عز وجل إليهم. فإن قلت أوليس ملك الأرحام قد سجل قدر الجنين وهو في بطن أمه، وتلك الأقدار من كتابة أجله وعمله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد، كلها من الغيبيات، أفيكون ذلك الملك مشاركا لله عز وجل في علم الغيب؟ فأقول كلا، ولا في لحظة ولا في طرفة عين، لأن الملك إنما يكتب ما يمليه الله عز وجل عليه، فلا يعتبر علم الملك بما سيكون لهذا الجنين من علم الغيب، لأن الله هو الذي أطلعه على هذا الغيب المطلق، على هذا الغيب المطلق. ثم أضف إلى هذا بأن الأقدار الملكية أحياناً تكون أقداراً معلقة لا مجزوماً بها، لينفرد الله عز وجل في علم الغيب المطلق، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي باعتبار الصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي القدر المبرم الذي لا يدخله التبديل ولا الزيادة ولا التحويل ولا النقص ولا التغيير. فإن الملك وإن عرف شيئاً من أقدار هذا الغلام أو الجنين، إلا أن بعض الأقدار لم يكن مجزوماً بها وإنما معلقة، لينفرد الله عز وجل بعلم الغيب المطلق. فإن قلت وكيف نقول في قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، مع أن الأطباء يعلمون ذكورة وأنوثة من في الرحم الآن؟ فأقول اعلم وفقك الله عز وجل أنك لو تأملت الآية وألفاظها الأصولية لوجدت أن الله عز وجل لا يقصد الأنوثة والذكورة، لأنه لو كان يقصد الأنوثة والذكورة فيكون الكلام عن عاقل، والله لم يقل ويعلم من في الأرحام، وإنما قال ويعلم ما في الأرحام، وما في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل، فيدخل فيها قدره وعمله، وشقي أو سعيد، صحيح أو مريض، ومن أولاده، وما تعاسته، وما وظيفته، ومن زوجته. فمسألة الذكورة والأنوثة إنما هي شيء مما يعلمه الله عز وجل مما في الأرحام، فلا
تفهم من قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام أنه محصور أو مقصور على مسألة الذكورة والأنوثة، ليكون ذلك متعارضا مع ما كشفه الله عز وجل لكثير من الأطباء في مخترعاتهم في هذا الزمان وإنما كل ما يتعلق بهذه النطفة فإن الله عز وجل يعلمه حتى يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وأي طبيب يعلم ذلك من هذا الجنين؟ الجواب لا أحد. ثم أضف إلى هذا أن الله عز وجل عالم بكل متعلقات هذه النطفة في الرحم قبل تخلقها، وأما الطبيب فإنه لا يعلم ذكورتها وأنوثتها إلا في طور المضغة المخلقة، وأما في طور النطفة وفي طور العلقة وفي طور المضغة غير المخلقة فإنه لا يمكن أبداً أن يتعرف الطبيب أذكر هو أم أو أنثى. ثم أضف إلى هذا أن الطبيب لا يقول شيئاً من تلقاء نفسه، وإنما يسلط أجهزته على جوف الرحم فيعرف ذلك بطريقة حسية معلومة تثبت التجارب صدق نتائجها في الأعم الأغلب. وكل شيء معلوم بطريق حسي فليس من الغيب، كل شيء معلوم بطريق حسي فليس من الغيب كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فيبقى الله عز وجل منفردا بعلم الغيب المطلق، وأنه من خصائص الله تبارك وتعالى لا يملكها ولا شيئا منها أحدا من المخلوقين أيا كانت منزلته إلا فيما أوحاه الله عز وجل إليه. ومن الكليات أيضا كل من يبني كلامه في الغيب على وسيلة لم تثبت التجارب صدق نتائجها فكاهن. كل من يبني كلامه في الغيب على وسيلة لم تثبت التجارب صدق نتائجها فكاهن. أعيدها مرة ثالثة، كل من يبني كلامه في الغيب على وسيلة لم تثبت التجارب صدق نتائجها فكاهن. أقول وبالله التوفيق، وهذا تعريف الكاهن عندنا. فإذا قيل لك من الكاهن فقيل من فقل من اتصف بوصفين: الوصف الأول أنه يتكلم في الأمور الغيبية، الوصف الثاني أنه يبني كلامه في هذا الغيب على وسيلة محسوسة لم تثبت التجارب صدق نتائجها. فإن كثيرا من الكهان يتخذون شيئا من الوسائل الحسية الظاهرة من باب التخييل والتلبيس ومخادعة الناس بأن هذا الغيب الذي يخبرون به إنما كان ناتجا أو حادثا عن هذه الوسائل الظاهرة المحسوسة، وفي الحقيقة أنه مما تنقه الشياطين في أذانهم. فإنهم يبعثون مسترقي السمع إلى السماء، ثم ترجع لهم شياطينهم، فربما أدركهم الشهاب قبل أن يلقوا تلك الكلمة التي سمعوها من السماء، وربما ألقوها قبل أن يدركهم الشهاب، فيحدثون بها الناس فيصدقون فيها فيفتتن الناس بهم. وقد كانت العرافة والكهانة حرفة في الجاهلية، وقد كان لكل قوم كاهن يرجعون إليه في فصل النزاعات ومعرفة السارق أو فصل الخصومات ونحوها. وقد جاء الإسلام محرما ذلك كله، فالكاهن في خاصة نفسه كافر لأنه يتكلم في علم الغيب المطلق، وما يتفوه به من علم الغيب إنما هو بسبب ما توحيه الشياطين إليه، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن جملة وسائلهم زجر الطير،
فزجر الطير فجعل زجر الطير سبيلا لاستكشاف الغيب هذا من الكهانة، لأن زجر الطير ليس من الوسائل التي أثبتت التجارب صدق نتائجها في استكشاف شيء من ذلك. ومن ذلك قراءة ما في الضمير، فيسلط الكاهن عينيه على وجه الإنسان ثم يخبره بما يحدثه به ضميره، وهذا التسليط لم تثبت التجارب أنه طريق لمعرفة شيء من الغيبيات. ومن ذلك أيضا ما يسمى بالعرافة، وهي حرفة كانت كان أهل الجاهلية يحترفونها، فيدعون العلم بشيء من المقدمات التي يبنون عليها شيئا من الغيبيات. ويدخل في ذلك ما يسمى بالخط في الرمل، فيخط خطوطا متشابكة أو متوازية أو متماثلة أو متقاطعة، ثم ينظر فيها ويخبرك بالغيبيات بناء على النظر في هذا الخط. وقد كان ذلك من باب المعجزات لنبي من الأنبياء، كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله وإن منا ناسا يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، أي من وافق خطه الأمر القدري فذاك، ولكن بما أنها معجزة أوتيها نبي فلن يوفق أحد في مثلها، لأن المعجزات من خصائص الأنبياء. ويدخل في ذلك أيضا النظر في الفنجان أو في الفنجال، فينظر فيه الكاهن ثم يخبرك بسعدك أو نحسك أو ما ينتظرك من الخير أو الشر في مستقبل الزمان. ويدخل في ذلك ما يسمى بصب الرصاص، فيصبون الرصاص على الأرض قريبا من المريض، ثم يتشكل الرصاص على شكل حيوان أو طائر أو مخلوق، فينظر فيه الكاهن ثم يخبرك بشيء من مستقبليات زمانك. ويدخل في ذلك ما يسمى برمي الحصى أو الضرب بالحصى، فيهز الكاهن الحصى ثم يرميه أمامه، ثم يخبرك بشيء من السعد أو النحس أو ما سيحصل عليك في مستقبل الزمان. ويدخل في ذلك النظر في النجوم، فينظر الكاهن في نجمك أو برجك ثم يخبرك بشيء من مستقبل زمانك. وكل هذه الأخبار لا شأن لهذه الوسائل بها، وإنما يتخذها الكاهن من باب التلبيس والمخادعة والتدريس على جلسائه أو من يأتيه، وإلا ففي الحقيقة أن الشياطين هي التي تخبره بشيء من ذلك. فكل من رأيتموه يفعل ذلك، أي يتكلم في أمر غيبي ويبني كلامه على وسائل لم تثبت التجارب صدق نتائجها غالبا، فإنه من الكهان. ويوضح ذلك الكلية السادسة، كم جلسنا يا هيثم؟ كل من أخبر عن غيب بناء على وسيلة أثبتت التجارب صدق نتائجها فليس بكاهن. كل من أخبر عن غيب بناء على وسيلة أثبتت التجارب صدق نتائجها غالبا فليس بكاهن. أعيدها مرة ثالثة: كل من أخبر عن غيب بناء على وسيلة أثبتت التجارب صدق نتائجها غالبا فليس بكاهن. أقول وبالله التوفيق، أي أنه لا يحرم الكلام في الأمر الغيبي إذا كانت الوسيلة قد أثبتت التجارب صدق نتائجها في الأعم الأغلب، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل من تكلم في غيب بناء على وسيلة حسية صادقة النتائج فإن كلامه جائز لا بأس به ولا حرج فيه، ويكون ذلك من تيسير الله عز وجل لعباده في بعض المكتشفات أو المخترعات الحديثة التي جعلها الله عز وجل وسيلة قدرية كونية تخبر مستعملها على الوجه الصحيح بشيء من الأخبار الغيبية. وبناء على ذلك
التقاويم التي يخبر أصحابها بالكسوف لسنوات طويلة جدا أو الخسوف لسنوات طويلة جدا، فإن ذلك ليس من التكهن، لأنهم بنوا هذا الأمر على الحساب الدقيق الذي لا تخطئ نتائجه في العام الأغلب. وعندنا كلية تقول كل أمر يدرك بالحساب الدقيق فليس بكهانة، فما يبنيه الحسابون من الأمور الغيبية بناء على حسابهم في طلوع نجم كذا في وقت كذا أو غروبه في وقت كذا أو الكسوف في وقت كذا أو الخسوف في وقت كذا، مع أنها لا تزال أموراً في علم الغيب المطلق، إلا أن الله قد جعل في الحساب طريقة لمعرفة شيء من ذلك إذا استعمل على الوجه الصحيح. ويدخل في ذلك معرفة أحوال الطقس في هذا الزمان، فإن من يخبر بشيء من أحوال الطقس كالأمطار في مستقبل الزمان أو نوع كثافة السحب غداً أو اتجاه الريح غداً أو مقدار الموج غداً أو نحو ذلك، فإن كلامه ليس بكهانة وإن كان غيبياً، لأنه بنى كلامه على وسائل أثبتت التجارب صدق نتائجها في الأعم الأغلب. وهنا مسألة معاصرة، وهي علم تحليل الشخصية المعاصر ببعض الوسائل كالتوقيعات أو الألوان التي يحبها الشخص أو نوع الكتابة مثلاً أو تحديد شخصيته بملامح وجهه أو بنوع مشيته أو غير ذلك مما يعرف ويكثر الكلام عليه في هذا الزمان وتقام فيه الدورات المكثفة. فهل ذلك من باب ادعاء شيء من علم الغيب؟ وهل تلك الوسائل أثبتت التجارب صدق نتائجها؟ فأقول في هذه المسألة خلاف بين المعاصرين، وبما أنني قلت خلاف بين المعاصرين فإن المسألة لا تعتبر من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعادى عليها، وأن كل واحد منا يعبد ربه فيها بما أداه إليه اجتهاده مع سلامة الطرف الآخر من حقد القلب وسوء منطق الألفاظ أو التراشق بالتهم أو التعييب والتعيير بما لا ينبغي دورانه بين أهل العلم خصوصاً والمسلمين عموماً. فمن أهل العلم من أجاز ذلك إذا أثبتت التجارب صدق نتائج هذا التحليل الشخصي، فإذا استقرأناه استقراءً أغلبياً في أن من كان خطه على هذه الشاكلة فشخصيته كذا وكذا وكانت التجارب تصدق غالباً، فإنه حينئذ يعتبر من الكلام في الأمر الخفي بناء على وسيلة أثبتت التجارب صدق نتائجها. وهذا القول عندي مرجوح، والراجح هو القول الثاني، وهي أن الله عز وجل لم يجعل لشيء من ذلك دليلاً على استكشاف الأمر الخفي، لا في برهان الشرع ولا في برهان القدر والتجارب. وتلك التجارب المدعات إنما هي تجارب على أشخاص معينين لا على الكل، فليست من التجارب التي نعتمد على نتائجها لقصورها في نفسها ولكثرة خطأها في مثل هذا التحليل. وبناء على ذلك فالقول الحق عندي في هذه المسألة أنه لم يدل دليل الشرع ولا دليل القدر على أن مجرد كتابة الشخص أو توقيعه أو ملامح وجهه تدل على شيء من شخصيته، لكن هناك أنواع من التحليل قد اتفق الأطباء النفسيون على سلامتها وصدق نتائجها في الأعم الأغلب، كطريقة كلامه فإننا نستدل على استقامة شخصيته أو عدم استقامتها بكلامه وترتيب كلامه والدخول معه في أسئلة وأجوبة نستشف منها ما يخفيه في باطنه أو ما يكنه في نفسه،
فتحليل الشخصية إن كان مبنياً على برامج نفسية قد أثبتت التجارب صدق نتائجها وكانت معتمدة عند الأطباء المسلمين فإنها طريق صالح لاستكشاف شخصية الإنسان. وأما تلك الأمور الوافدة لنا من الغرب كتحليل الشخصية بناء على أشياء لم يدل على صلاحيتها واستقامتها وصدق نتائجها لا دليل الشرع ولا دليل القدر، فإنه ينبغي سد بابها وإحكام إغلاقه، لأنها في الحقيقة أنها نوع من الكهانة المعاصرة التي لبست لبوسا علميا، وإلا ففي الحقيقة أنها كهانة لأنها تخوض في شيء من الأمور الخفية الغيبية بناء على وسائل لم تثبت التجارب صدق نتائجها. ومن الكليات أيضا كل من استدل بحركة الأفلاك على شيء من الغيب فمنجم، كل من استدل بحركة الأفلاك على شيء من الغيب فمنجم، وسواء قلنا منجم أو قلنا عراف أو قلنا مشعوذ أو قلنا كاهن فإن المؤدى شيء واحد، وهذا من علم التنجيم الذي أجمع أهل الإسلام على تحريمه، وهو الذي يسميه أهل العلم بعلم التنجيم التأثيري، ويزعم أصحابه بأن حركة الأفلاك ظهوراً واختفاءً قرباً وابتعاداً عن بعضها له دور في التأثير في بعض الأمور الغيبية، وأنه يدل على شيء من الغيب، وهذا هو التنجيم الذي جاءت الأدلة بتحريمه والتحذير منه، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي زاد سحره ما زاد في اقتباسه. ولقد أخبرنا الله عز وجل أنه خلق هذه النجوم لثلاث مصالح: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين، فمن تأول فيها غير هذا فقد أخطأ وضل وأضاع نصيبه من الدين، كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وقال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال الله عز وجل: والسماء والطارق والنجم الثاقب. فلا يجوز للإنسان أن يدعي أن هذه النجوم دليلاً على شيء من علم الغيب، أو أن حركتها مما يتعرف به أحد على شيء من الغيب أبداً. ويوضح ذلك الكلية التي بعدها، وهي الكلية الثامنة: كل من اعتقد أن لحركة الأفلاك تأثيراً استقلالياً في حوادث الكون فمشرك الشرك الأكبر. كل من اعتقد أن لحركة الأفلاك تأثيراً استقلالياً في حوادث الكون فمشرك الشرك الأكبر. أقول وبالله التوفيق: وهو ما كان يعتقده الصابئة من قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعتقدون أن للأفلاك تأثيراً عظيماً في حوادث الأرض، فإذا أصابهم في الأرض شيء فإنهم ينسبون هذا الحادث الأرضي إلى هذا الحادث السماوي،
والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز نسبة حوادث الأرض للسماء ولا حوادث السماء للأرض إلا بدليل يربط بينهما، فليس كل شيء يحدث في الأرض يكون لأمر حصل في السماء ولا عكس. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي يرزقكم الله الرزق في الأرض ثم تنسبون رزقه إلى حركة الأفلاك والنجوم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهما رضي الله عنهما أن النبي قال: انكسفت الشمس على عهد إبراهيم فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان، أو قال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث بتمامه. فقول الناس انكسفت الشمس وهو الحادث السماوي، قولهم لموت إبراهيم وهو الحادث الأرضي، فربطوا بين حوادث الأرض وحوادث السماء، فرفض الشارع هذا الربط، فإن موت إبراهيم لا شأن له بكسوف الشمس ولا بعدم كسوفها. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وهي باء السببية فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلم يرضى الشارع بنسبة المطر وهو الحادث الأرضي إلى نوء كذا وكذا، والأنواء هي منازل النجوم، فلا يجوز لنا أن نربط حوادث الأرض بحوادث السماء ربط تأثير. وهذا التأثير عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: إلى تأثير إيجادي خلقي، وإلى تأثير سببي. وهذه الكلية في التأثير الأول، ولذلك قيدتها بقولي تأثيراً استقلالياً، أي إيجادياً خلقياً، بمعنى أن النجم هو الذي خلق هذه الريح وأوجدها، أو النجم هو الذي خلق هذا البركان وأوجده، أو أن هذا النجم هو الذي خلق هذا الزلزال وأوجده، أو أن هذا النجم هو الذي أنزل المطر وأوجده. فكل من نسب شيئاً من حوادث الأرض إلى شيء من حوادث الأفلاك في السماء نسبة إيجاد وخلق وتأثير فإنه يعتبر مشركاً الشرك الأكبر في باب الربوبية والعياذ بالله، كما كانت الصابئة تفعله. ولذلك جعل إبراهيم مناظرته قائمة على هذا التأثير الأرضي بحركة الفلك السماوي في قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فربط بين سقمه في الأرض بحركة النجم في السماء من باب ابتداء المناظرة. وعليه قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وسأقول الآية كاملة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأن آزر وقومه كانوا يعبدون النجوم في السماء ويبنون لها الأصنام والأوثان والهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها. ثم قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي أنه لا مدبر ولا متصرف في شيء من هذه العوالم إلا الله عز وجل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي،
من باب التنزل في المناظرة، والمتقرر في قواعد أهل السنة أنه يجوز في باب المناظرات والحجاج ما لا يجوز في غيرها. فلما أفل أي غابت منفعته قال لا أحب الآفلين، لأن من خصائص الرب ألا يأفل عن عبيده، فهو معهم دائما وأبدا بمعيته العامة المقتضية لعلمه وإحاطته، ومعيته الخاصة المقتضية لنصره وتأييده، كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فاستدل إبراهيم بأفول الكوكب عن العالم بأنه لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا، ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فاستدل بأفول القمر على عدم صلاحية ربوبيته وألوهيته. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حتى يبين لهم أن هذه الأفلاك إنما منفعتها في الكون مطلق المنفعة في وقت خروجها وظهورها لا المنفعة المطلقة، وكل من كانت منفعته مقيدة لا مطلقة فإنه لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها مع الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لنا أن نعتقد في هذه الأفلاك شيئا من التأثير الاستقلالي أبدا، لأن ذلك ينقل العبد من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك الأكبر في باب الربوبية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر واكتبوا رأس الكلية، وهي كل من اعتقد أن لحركة الأفلاك تأثيرا سببيا فشرك أصغر، كل من اعتقد أن لحركة الأفلاك تأثيرا سببيا فشرك أصغر. وأنا أراعي فيكم الوقت قليلا، وإن يعني والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.